الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارحم النبيين والمرسلين وارحم الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. شرعنا في الدرس الماضي في العصبه، بعدنا اخذنا الحروب، بعدنا اخذنا الحروب، من هم الذين يعرفون عصبة؟ تمام؟ العصبة من ليس له نصيب مقدر. اذا شخص عصبة يعني ليس له نصيب مقدر، يعني من ليس من اهل الفروب. الفروب اخذناها تنقسم الى ثلاثة. القسم الاول العاصب بنفسه، أي بذاته لا بواسطة، يعني إذا هو موجود يعرف عصبة بشرط يعني أن لا يكون محجوب أو أحد أخواته. إذا وجد أخذ جميع المال إذا فرغ، وبقية المال بعد أخذ ذوي الفروض فروضه. أخذنا أمس كيف؟ عم أخذ بقية المال، عم هنا أخذ بقية المال بعد أخذ أهل الفروض فروضه. إذا من هو العصبة؟ المعتقة وجميع الذكور، كم عددهم؟ 13 ذكر. 13 أين هم؟ يلا من هم؟ من يستطيع أن يأتي بهم الذين هم عصبة؟ أولا ليه؟ أب الإبن، إبن إبن وإنسى بل، بعدين الأخ شقيق، بعدين الأخ الأب، بعدين الأخ، ابن الأخ ليه؟ ابن الأخ شقيق من الورثة، مع الميت عنده ابن أخ شقيق، ألف عصبة، بعدين ابن الأخ الأب، الأخ اليوم ليس من الورثة، ليس من العصبة، طيب؟ وعلى ذلك ليه؟ العم، العم ليه؟ شقيق، العم ليه؟ الأب عم لأب. كيف عم لأب؟ يعني هو وأبوك أخوان أشقاء، هذا عم شقيق. عم لأب أبوك وعمك هذا أخوان من الأب، فهم؟ أنت عندك عم هو أخو أبوك هو أخو أبيك من الأب، فماذا نسميه؟ عم لأب. طيب بعدين ابن العم ليه؟ شقيق. ابن العم الأب، تمام؟ ومن الورثة؟ ها؟ المعتق، الجد والأب، الجد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 الميت ليس عنده الا هذا، خلاص ياخذ كل المال. مات الميت ليس عنده الا هذا، ابن اخ شقيق. مات الميت ليس عنده الا هذا، ابن اخ اب. هذا كله غير موجود، فقط هذا، خلاص ياخذ كل المال. فهمتم؟ طيب انتبه، إذا اجتمع شخصان واحد من هنا واحد من هنا، من المقدم؟ كما قلنا الجهة، الجهة أو ننظر إلى الجهة، البنوة أقوى من من كل، أول شيء البنوة، بعدين الأبوة، بعدين فهمتم؟ أيوة. إذا اجتمع أكثر من شخص من العصر، الوارث من هو؟ المقدم جهة. أول الجهة، البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم قرابة، من هو الأقرب إلى الميت؟ ابن ابن ولا ابن ابن ابن؟ ابن ابن أقرب إلى الميت، فهم؟ فإن كان كلاهما قريب، ننظر من هو الأقوى؟ أخ شقيق وأخ أب، من هو الأقوى؟ شقيق،
ابن اخ شقيق وابن اخ لاب، من مقدم؟ ابن اخ شقيق. اذا كان اخ لاب وابن اخ شقيق، اخ لاب وابن اخ شقيق، ها ننظر اولا الجهه واحده وهي ايه؟ الاخوه. فلننظر قرابه، من هو الاقرب؟ الاخ لاب ولا ابن اخ شقيق؟ ها من الاقرب؟ ابن اخ لاب ولا ابن اخ شقيق؟ هو لذلك لدي اجتماع قبطانيه بعد قليل. انظر اولا جهه العصوبه هذه البنوه ثم الابوه، الجدوده والاخوه في درجه واحده. هذا بكره ناخذه الجزء مع الاخوه غدا. بنو الاخوه، اذا بنو الاخوه بعد الاخوه، ولد الاخوه اخ الاب اقوى من ابن الاخ، ثم العمومه ثم الولاء. فالجهه المقدمه تحجب من بعدها، هذه تحجب هذه وهذه تحجب هذه وهكذا. انظر بعدين الجهه المقدمه تحجب الاخ ويحجب العم، الاخوه هنا العمومه هنا. اذا استوت الجهه قدم الاقرب. انظر ابن اخ لاب مقدم على ابن اخ شقيق. طيب انظر هذا شقيق وهذا لاب، وقدمنا الاب على الشقيق، لماذا؟ إذا نحن نقدم ماذا؟ الأقرب قبل أن نقول من هو الأقوى. ننظر إلى الأقرب الميت قبل أن ننظر من هو الأقوى، من هو الأقرب؟ ابن أخ لأب، ابن 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 أخ شقيق، من هو الأقرب؟ ابن أخ لأب هو. إذا أولا ننظر من هو الأقرب، لا ننظر إلى القوة، القوة آخر شيء. أولا ننظر إلى الجهة، ثم بعد ذلك ننظر إلى أقرب، ثم بعد ذلك ننظر إلى أقوى. انظر تعال، انزل تعال، انظر أخ شقيق مقدم على أخ لأب، هذا جهة واحدة نعم الأخوة، هل القرب واحد؟ نعم، من أخ شقيق وهذا من أخ قريب. بعدين ننظر إلى من هو الأقوى، الشقيق أو الأب؟ الشقيق، الشقيق أقوى من الأخ لأب. واضح؟ كما قلنا إن انفرد أحدهم أحد هؤلاء العصر أخذ جميع المال، أيوه، وإذا معه فرض أخذ بقية المال بعد أن يأخذ أحد الفرض فرضه، إذا لم يفعل شيء سقط العاصب، هؤلاء يسقطون إذا لم يفعل شيء من التركة، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة مشتركة. انظر زوج أم إخوة لأم أخ شقيق، ما هي المسألة؟ امشي المسألة هكذا، أن الشقيق ليس له شيء مع وجود الإخوة لأم، فقالوا كيف هذا الشقيق ليس له شيء مع أخوة لأم هو أقرب؟ فإذا في هذه الحالة فقط استثناء، الأخ الشقيق يشترك مع الإخوة لأم في ماذا؟ أجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة مشتركة. اللي بعد، أما إذا كان بدل الأخ شقيق أخ لأب فليست هي مشتركة، بدل الأخ شقيق أخ لأب مع أخت لأم ليست المسألة مشتركة، أخ شقيق بدل منه شقيقة أو أخت لأب ليست المسألة مشتركة، المسألة المشتركة لابد أن يكون شقيق، ذكر، لأننا نتكلم على العصب. اللي بعد، ثم أخذ بعد ذلك العاصب مع غيره والعاصب بغيره، بغيره بي بنات بالبنين بي حرف الباء، بنات الابن مع بابن الابن، بنت الابن، الأخوات بليش؟ بالأشقاء، الإخوة لأب بالإخوة ليه؟ الأخوات لأب بالإخوة، عاصب بغيره، عاصب بغير فهمتم؟ والله سهل، انظر بنات من هم اخوان؟ البنت اخوها الابن، بنت الابن من هو اخوها او في درجتها؟ ابن الابن، اخت شقيقه من هو اخوها؟ اخ شقيق، اخت لاب من هو اخوها؟ سهل فهمتم؟ يعني سهل، يعني ليس في تعقيد، هؤلاء يرثون البنت
لو قالت لواحد يأكل ستأخذ النصف، الآن تأخذ للدخل بالرحال طيب؟ البيت الليبي كانت ستأخذ النصف أو السدس لو كانت معه مع الآن صار مع ابن الإبن سيكون للدخل مثل حظين. الأخوات الشقيقات كانت سيأخذها لأخت واحدة ستأخذ النصف مع أخوها للدخل مثل حظين. أخوات شقيقات لو كانت الأختين شقيقتين ثلثين، لكن مع أخوها صاروا للدخل مثل حظين. الأخوات لأب أخت لأب واحدة ستأخذ النصف مع أخوها للدخل مثل حظين. أخوات لأب فأكثر الثلثين. الأخ موجود انتقل إلى العاصمة صارت عاصم بالغير للذكر مثل حظين ثلثين. العاصب مع غيره، عاصب مع الأخوات مع البنات، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، وجود البنت خلاص ليس لها النصف، تأخذ الباقي عصبة، قد يكون الباقي نصف أو أقل من النصف، واضح. وكذلك الأخت لأب لوحدها تأخذ النصف، وجود البنت موجود البنت، إذا هل نعطيها النصف الأخت لأب؟ لا، لها الباقي عصبة. وكذلك لو كنا الأخوات مع بنت الإبن أنثى لا تساهم عصبها شماعها مع أنثى أخرى، الأخوات الشقيقات مع بنت الصلب أو الأخوات الشقيقات مع بنت الإبن، الأخوات لأب مع بنت الصلب، الأخوات لأب مع بنت الباقي. تمام؟ أيوة. بعدين أخذنا فوائد وحواصل العصبة، تمام؟ أيوة. اللي بعده أين وقفنا؟ انظر هنا، ابن الأخ الشقيق، ركز، ابن الأخ الشقيق، أين هنا ابن الأخ الشقيق؟ بهذا ما به؟ انظر، ابن الأخ الشقيق أو لأب، أين ابن الأخ لأب؟ أين ابن الأخ لأب؟ هذا هذا من الورثة بعصبة، ايش فيهم؟ ما بهم؟ ام كأبيه، يعني ابن الاخ الشقيق مثل الاخ الشقيق في الاحكام، وابن الاخ لاب هذا كأبي، اين ابوه؟ هذا في الاحكام. فهمت؟ انسا وحجما الا في سبع مسائل، ما هي السبع مسائل؟ ما هي سبب المسائل التي ابن الاخ الشقيق يختلف عن ابن عن الاخ الشقيق عن ابوه؟ وما هي المسائل التي ابن الاخ لاب يختلف عن ابوه؟ من هو ابي؟ الاخ لاب. ما هي المسائل التي يختلف هذا عن هذا؟ بسرعه، سهله الامور. الاول لا يرد الام عن الثلث الى السدس، مسألة ام وشقيق او خد، نقول شقيقتين شقيقين أو خمس، وهو مسألة أخرى أم. أم ابن أخ شقيق اثنين عدد، يلا ها الأم موجود اثنين من الأيه أشقاء، كم قلت يا الأم؟ سدس. لماذا؟ وجود عدد من طيب هذا نفسه لكن ليس نفسه أولاد والده، أولاد اثنين أخوات أبناء الأخ الشقيق اثنين، الأم كم نعطيها؟ الثلث فرق عن فرق، إذا ابن الأخ الشقيق ليس كأبيه، أبوه يجعل الأم من السدس من الثلث إلى إذا كان عدده إذا تعدد، ونفس الحالة لو كان خب، ونفس الحالة لو كان خب، أم واثنين أخوة لأب، ها الأم كم سنعطيها؟ السدس، والأخوة لأب الباقي بالتساوي، نفس الشقيق قبل، وهنا الأم كم نعطيها؟ السدس أم الثلث؟ ها
ثلث. ألا يحجبون الأم؟ لا، الذي يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس الإخوة، ليس أبناء الإخوة، فهمتم؟ إذن هذا لا يرد ابن الأخ الشقيق هذا وابن الأخ لأب، لا يرد الأم من عن الثلث إلى السدس، فهمتم؟ طيب هذه المسألة الأولى. قال هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لا يعصب أخته لأن أخته من ذوي الأرحام. أمرا ما تبين شقيق وشقيقة، فهمتم؟ طب هنا ما تبين ابن أخ شقيق بنت أخ شقيق أخته، هنا أخته الشقيق يعصب أخته، صح؟ يقول للذكر مثل حظين. طيب هذا ابن الأخ الشقيق، ابنه يعني، ابن الشقيق، ابن أخ شقيق، هل يعصب أخته؟ لا، هذه ليست من الورثة، هذه من ذوي الأرحام، بنت الأخ الشقيق هل هي من الورثة؟ لا، احنا أخذنا أن الإناث الوارثات والوارثات من النساء عشرة، والوارثات من النساء كم؟ سبع، لم يعطي الأنثى غيرهن الشرع، ليس هذا من الورثة، بنت أخيك، تمام؟ إذا هذا واحد، واثنين لا يرث مع الجد إجماعا، مات الميت شقيق وجد، مات الميت ابن أخ شقيق وجد، الفصال نعم هذا يرث مع هذا، أما هذا محجوب، الجد يحجبه لأنه أقوى، فهمت؟ طيب ابن الشقيق يسقط في المشترك إجماعا، المسألة المشتركة التي أخذناها قبل قليل، فهمت؟ لو كان شقيق، الشقيق يرث مع الإخوة لأم، لو كان ابن أخ شقيق لا يرث شيئا، المسألة المشتركة التي أخذناها قبل قليل، ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأب، انتبه، مثل غير وعنده مثلا زوج وشقيق وخب، ها الزوج كم يعطيه؟ الشقيق والاخ لاب، الشقيق كم يعطيه؟ والاخ لاب ليس له شيء، صح؟ لانه اقوى. طيب هذا نفسها بدل ان نكتب شقيق نكتب ابن اخ شقيق، ها من الذي يرث؟ ها الأخ لأب الذي يرث هذا، لأن هذا أقرب إلى الميت، أقرب إلى الجهة ثم القرب ثم بعد ذلك القوة، بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة على السابع. شوف هذه المسألة كلها سهلة تفيدك وتزيد من المسائل التي عندك وتتأكد. ابن الأخ لأب لا يحجب ابن الأخ الشقيق، وأبوه أي الأخ لأب يحجبه، ابن الأخ لأب لا يحجب ابن الأخ الشقيق، انظروا هل هذا يحجب هذا؟ هل هذا يحجب هذا؟ لا، من الذي يحجب؟ هذا يحجب هذا، لماذا؟ لأن هذا أقوى، ابن أخ شقيق. طيب يلا لنفرض أنه هذا خط، هل أبوه ليس ابن الأخ لأب، أبوه الأخ لأب هل يحجب ابن الأخ شقيق؟ نعم، فإذا ابن الأخ لأب ليس كأبوه، أبوه يحجب هذا ابن الأخ شقيق، ابن الأخ لأب لا يحجب ابن الأخ شقيق، ابن الأخ شقيق لا يحجبه ابن الأخ لأب، ابن خب هل هذا يحجب هذا؟ لا، لكن أبوه يحجب، إذا فرق بين الأخ وابنه في هذه الحالة، ابن الأخ لأب لا يحجبه ابن الأخ الشقيق،
وأبوه ابن الأخير. من هو أبوه الأخير؟ يحتوي ابن الأخ الشقيق. تمام؟ ابن الأخ الشقيق أو لأب يسقطان إذا صارت الأخت عصبة بالبنت مع أو ببنت الابناء. واضح. انظر هنا. كلما أنا كتبت مسألة أحسن أنك تكتب علينا لأجل تعرف هذا مثال صورة كذا صورة كذا ووقت المراجعة تعرف. لأن كل مسألة تحتاج إلى مثال لكي تفهم. انظر بنت شقيقة وابن أخ شقيق ابن الشقيق. ف هذا عصبة. لكن الآن هل يعرف البنت كم نعطيها؟ شقيقة تأخذ بقية المال عصبة. هل هذا له شيء؟ هل له شيء؟ ها؟ هل نقول هذا ما هذا عصبة؟ للذكر مثل أخ الأنثيين؟ هذا من يعصبها شقيق هذا الأب. لكن الأب من وجود وجود الابن. فإذا هنا ابن الأخ الشقيق هذا إذا يسقط إذا صارت الأخت عين الأخت هذه عصبة بالبنت أو ببنت الابن، يعني سواء كانت هذه بنت أو بنت ابن. وكذلك لو كان خب، كيف انظرها خب؟ وهذا خب ختب، عفوا ختب بنت وختب. البنت كم نعطيها؟ النصف. ختب تأخذ بقية المال عصبة. طيب ابنه ابن الخب ابن اخيه هل يكون عصب مع الختب؟ لا، لانه انزل الختب. من يكون معصبها؟ خب. الاخت لاب من يعصبها؟ الاخ لاب. هنا ليس الاخ لاب ابنه. هل يعصب؟ لا، هذا ليس له شيء. هذا معناه ابن الاخ لاب وابن الاخت ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق يسقطان إذا صارت الأخت من هي الأخت؟ أخت لأب أو أخت الشقيق عصبة بالبنت أو ببنتي، يعني سواء كانت هذه بنت أو بنت ابن، هذا يسقط. فهمت؟ هذا بالنسبة لليه الفرق بين ابن الأخ الشقيق وبين الأخ الشقيق وبين ابن الأخ لأب والأخ لأب. هذا الفرق بينهم. سبعة كلها ذكرنا. مسألة أخرى، ابن العم الشقيق أو لأب كأبيه إرثا وحجبا إلا في مسألتين. نفس هذا ولكن يختلف. انظر، من الورثة عم شقيق عم لأب، عم شقيقة وعم طيب. وكذلك من الورثة ابن هذا العم، ابن عم شقيق ابن عم. هل ابن العم الشقيق نفسه أبيه؟ هل ابن العم لأب نفسه أبوه؟ أم يختلف؟ ابن العم الشقيق أو لأب كأبيه، ابن العم الشقيق مثل أبوه العم الشقيق في كل المسائل، وابن العم لأب مثل العم لأب في كل المسائل، إلا إرثا وحجبا في مسألتين. ما هي مسألتين؟ المسألة الأولى ابن العم الشقيق لا يحجب العم لأب. مات الميت، مات الميت، مات الميت، ابن عم شقيق عنده عم لأب وعنده ابن عم شقيق وزوج. ها، الزوج يعطيه النصف. الآن من يرث؟ العم لأب أو ابن العم الشقيق؟ ها، من الأقرب إلى الميت؟ يعني هذا الذي يرث. هذا لا بس. لماذا الحكم؟ أبعد. وإن كان هو أقوى من ناحية الشقيق، لكن كما قلنا هو آخر شيء. إذا ابن العم الشقيق هذا لا يحجب العم لأب، لا يحجب هذا بخلاف أبيه. هذا لنفرض أن أبوه موجود،
هل يحجب هذا؟ نعم هذا يحجب هذا، فإذا هذا ليس له شيء. يبقى هذا عم شقيق. فإذا هنا الآن ابن العم الشقيق يختلف عن أبوه في هذه المسألة. بخلاف أبيه العم الشقيق فإنه يحجب العم إذا في هذه المسألة ابن العم الشقيق ليس كالعم الشقيق. هذه المسألة التي مرت. في مسألة أخرى نعم. ابن العم لأب لا يحجب ابن العم الشقيق. ابن عم شقيق لا يحجب ابن العم، صح؟ ابن عم شقيق هل يحجب ابن عم؟ ابن عم لأب، انظر هذا لأب، هذا شقيق، هذا ابن عم، هذا هل يحجب هذا يحجب هذا؟ لا لا يحجب، صح هذا لا يحجب هذا لأن هذا شقيق، ولكن أبوه يحجب ابن العم الشقيق، وأبوه أي العم لأب يحجب ابن العم الشقيق، نفس لكن يختلف، انظر ابن العم لأب، ابن عم لأب، وابن عم شقيق، هل هذا يحجب هذا؟ هذا الذي يحجب هذا، طيب الأب ننظر إلى الأب، عم لأب هل يحجب هذا؟ نعم، إلى نفس المسألة ابن العم لأب مثل أبيه العم لأب إلا في هذه المسألة، إلا في هذه المسألة هذا لذلك يقول لك فوائد وحواصل من القواعد المرضى. طيب الورثة انظروا أربعة أقسام بعد أن أخذنا الفروض وأقسامها وأخذنا العصبة وأقسامها، الآن نأخذ ما هي أقسام الورثة؟ انظر قسم يرث بالفرض، في نوع من الورثة يرث بالفرض، قسم من الورثة يرث بالفرض وحده لا يرث بالتعصيب من الجهة التي سمي بها وهم الأم يرث بالفرض، وولد الأم يرث بالفرض لوحده، والجدات يرثان بالفرض لوحدهما يعني بالفرض لوحده، والزوجان يرث بالفرض لوحده، وكل واحد يرث من الجهة التي هو الأم ترث لأنها أم والأخ وولد الأم يعني الأخوان الطيب، إذا هؤلاء فقط يرثان بالفرض ومن الجهة التي سمي بها، تمام؟ أم قسم آخر يرث بالتعصيب وحده كذلك فقط ما يرث بالفرض، جميع العصبة بالنفس غير الأب والجد، الأب والجد يرث بالعصبة وقد يرث بالتعصيب، يلا من يتذكر؟ الأب متى يرث بالعصبة؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث، فإن كان فرع وارث فالأب كم نصيبه؟ السدس، فإن كان ذكرا نصيبه السدس، فإن كان هذا فرع وارث أنثى فالأب يأخذ سدس ويأخذ كذلك بقية المال، فهمتم؟ إذا جميع العصبة بالنفس، من هم جميع العصبة بالنفس؟ الابن والعم وابن والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم لأب وابن العم لأب، كلهم يرثون بنفسهم، هل يحتاج أحد معهم لكي يرثوا؟ لا. طيب قسم يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة ولا يجمع بينهما ذوات النصف والثلثين، هؤلاء مما يرثون بالفرض الأخت الشقيقة بالفرض أو الأخت الشقيقة بالفرض أو أختي الشقيقتين بالفرض، وقد يكون بالتعصيب الأخت الشقيقة متى ترث بالتعصيب؟ إذا كان معها أخ شقيق، صح؟ الذكر مثل حظين، الأخت الشقيقة متى ترث بالتعصيب في مسألة أخرى؟ وكان معها بنت، البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة الباقي، فإذا ذوات النصف والثلثين مرة بالفرض يرثنها ومرة به، لكن هل يجمع بينهما؟ نقول لها خذي هذا الفرض وكذلك التعصيب، لا. من هما ذوات النصف والثلثين؟ من هما؟ البنات والأخوات الشقيقات وليه؟ والأخوات الأب وبنات الإبن، البنات وبنات الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب، ها
هؤلاء يرثن مرة بالفرض أو التعصيب. لا يجمع بين الفرض والتعصيب. من الذي يجمع بين الفرض والتعصيب؟ الأب والجد. قسم يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة وقد ويجمع بينهما الأب. مثلا الأب يجمع بين الفرض والتعصيب، من يعرف؟ إذا كان أب ومعه من؟ بنت. الأب نعطيه السدس والبنت نعطيها النصف والباقي يرجع إلى الأب. أيوة. وكذلك الجد. أمثلة أذكرها. أمثلة. بنت ابن ابن وابن ابن. ها المال لمن؟ لابن الابن. وسقطت بنت الابن لأنها أنزل منه. لأنها أنزل. لماذا لم نعطي بنت ابن الابن النصف؟ لماذا لم نعطيها؟ لأن من الشروط ألا يكون هناك لبيت ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منها. فإن كان موجود فننظر، إن كان ذكرا حجبها. أنظر ألا يكون للميت ولد صلب، ليس موجود ولد صلب ولا ولد ابن، ولد ابن أقرب منها. نعم أقرب منها. فإن كان ذكرا هنا ذكر حجبها. إذا هذا ليس العجب. فهمت؟ طيب اللي بعد. بنتان وبنت ابن ابن الميت. وكذلك ابن 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 الميت. إذا بنتان درجة الأولى ثم بنت ابن ابن والابن أنزل منهم ابن 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 الميت. من الذي يجب؟ فللبنتين الثلثان. صح. فلا تعدد ثلثين. وبنت ابن الباقي بين بنت ابن الابن وابن ابن ابن عمها او ابن اخيها. هذا يكون ايش يقرب لها؟ اما ولد عمها او ولد اخيها. تعصيبا للذكر مثل حظ انظرها. بنتان بنت ابن ابن وهذا ابن 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 يكفي. لا كذلك انزل منها. البنتان كم اخذوا؟ هذا لو هذا غير لو هذا غير موجود هذه البنتان ليس لها شيء. البنت لو كانت بنت واحده اخذت النصف وهذا نعطيها ليه؟ السدس. تكملت خلاص الثلثين استكمل. بنت ابن ابن ليس لها شيء الا اذا عصبها قريب مبارك وان كان انزل منها. وان كان انزل هذا قريب مبارك انزل منها فاذا يعصبها للذكر مثل حظين وان كان هو انزل منها. تمام. طيب اولاد الابن. اولاد الابن يعني بنت الابن وابن الابن كأولاد الصلب عند فقدهم. ابن الابن مثل الابن. إذا فقد الابن خلاص هذا حكمه مثل. عند فقدهم الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى اجتماعا. و بنت أولاد الابن كأولاد الصلب. بنت الابن كالبنت في كل الأحكام. وابن الابن كالابن في كل الاحكام. ما في استثناء مثل قبل قليل استثناء سبع مسائل مسالتين لا يوجد استثناء. فهمتم؟ ايوه. من لا فرض لها من الاناث واخوها عصبه لا تصير عصبه من اخيها لان النفس وارد في البنات بالبنين والاخوات بالاخوة. من لا فرض لها من الاناث. من لا فرض لها من الإناث. من هم الإناث الذين لا فرض لهم؟ وأخوها عصبة لا تصير عصبة من أخيها لأن النص والد في البنات البنين والأخوات. من لا فرض لها من الإناث. من هم الإناث الذين لا فرض لهم؟ خالة مثلا هل لها فرض؟ مثلا بنت العم هل لها فرض؟ ها؟
مثلا العمة اللافة مثلا بنت أخي الميت بنت الشقيق اللافة بنت الشقيقة هلا فقط خالا من هو ذاك الخال؟ هل نقول ذكر من حضرة انتهينا؟ بنت العم من هو أخوها؟ ابن العم هل نقول ذكر من حضرة انتهينا؟ لا هل نقول يعصمها؟ لا العمة من هو أخوها؟ عم هل نقول ذكر من حضرة؟ الإناث الذين لا ليس لهم فرض ما يكون عصم مع أخيه فقط النص وارد في اثنين بنات بالبنين الأخوات بالإخوة فقط لا نقول العمة مع العم لا نقول بنت الأخ مع بنت ابن الأخ لا طيب أيوة المسألة العاشرة انظروا هذه المسألة إذا صارت الأخوات عصوا مع الغير فتحجب من يحجبه أخوهن أخوات عصوا مع الغير أخوات عصوا مع مع الغير أو شقيقة عصوا مع الغير مع من؟ مع البنت النصف أليت؟ عصوا هذه الشقيقة تحجبه تحجب الذي يحجبه أخوه يلا خط انظر هذا ايه ذكر وهذا ايش ذاك خط وهذه انثى هذه ايه هذا من الان هي تحولت الى عصبه تحولت الى شقيقه نقول نقدر انها شقيق اذا هي الان تحجب الذي يحجبه اخوها اخوها يحجب الاخ لاب اذا هنا هي الان تحجب الاخ لاب الشقيقه الان عصبه مع البنت البنت نعطيها النصف وهذا الباقي والأخ لياب ليس له شيء الشقيقة حجبته الشقيقة تحجبه الأخ لياب نعم تحجب الذي يحجبه أخوها إذا متى إذا كان شكرا والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها انظر إذا صارت الأخوات عصبة مع الغير فتحجب من يحجبه أخوهن الأخوات فالأخوات الشقيقات إذا صارت عصبة مع الغير البنت الصلب أو بنت ليبن انظر بنت صلب هنا أو بنت فتحجب الإخوة لأب حجبت الأخ لأب لأن أخاهن الشقيق يحجبه أي الإخوة لأب ومن بعدهم من العصبات يعني هذا الشقيقة تحجب الأخ لأب وتحجب العم وتحجب فهمت كل عصبة كأنها يعني حكمها تحجب من يحجبه أخوها لماذا؟ لأن هي تحولت إلى عصبة خلاص يكون مقامها مقام الأخ يكون مقامها مقام وكذلك الأخوة أخوات لأب نفسه بدال الشقيقة نقول أخو أخت لي أبوها خطب ونقول مثلا ابن أخ مثلا شقيق أو مثلا عم موجود الآن البنت المسؤولة أخت لي أبوها نعطيها نصف نعطيها إيه؟ عصبة مع البنت عصبة مع البنت طب هذا محجوب أو من حجبه؟ الأخت لي أبوها يكون ليس من العصبة هنا هي عصبة تحجب الذي يحجبه كأنها أخ لأب الأخ لأب هل يحجب الابن الأخ الشقيق نعم ليس له شيء الأخ لأب هل يحجب العم نعم ليس له شيء أيضا والأخت بإذ بالبنت عصبوها تحجب هذه البنت من يحجبه أخوها حجبت هؤلاء الذي يحجبه أخوها أو وإذا صارت النفس هذا كلام نفسه هذا كلام لكن هنا شقيقات هنا أخت أخ لأب وإذا صارت الأخوات يتعصوا مع الغير بنت الصلب وبنت الابن فتحجبوا بل الإخوة الأشقاء بل الإخوة الأشقاء والأعمام غيرهن لأن أخاهن لأب يحجبه أي بل الإخوة الأشقاء وما بعدهم من العصابات الأعمام ماذا قال
السيد العلامة أبو بكر بن شافعي ذريعة الناهل، والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجو من يحجبه أخوها. بقي مسألتان وننتهي. حالات اجتماع الفرض والتعصيب في شخص، متى يكون فرض وتعصيب؟ أنت تعرف بالفرض والتعصيب، أنت إذا كنت الزوج وفي نفس الوقت ابن ليه؟ ابن العم. بالزوج فرض وابن العم تعصيب. قد يجتمع في الشخص جهتان تعصيب، لا هنا جهتان تعصيب، وقد يكون جهتان فرض، وقد يجتمع جهتان فرض وتعصيب. هذا الذي قلناه أمس. انظر، جهتان تعصيب، جهتان تعصيب، جهتان تعصيب. متى؟ معتق هو ابن العم. أنا وجدت ابن عمي أعتقته، هذا ابن عمي كبر ثم مات، فأنا من أنا معتق وفي نفس الوقت ابن وين؟ عمه. إذا عندي جهتان تعصيب. أما ما هو المقدم؟ الولاء ولا إيه؟ العمومة؟ العمومة، فأنا أرث بالابن عمومة، أخذ بقية المال. هو ابن عم فيرث بأقواهما، والأقوى معلوم من القاعدتين السابقتين. أيهم أقوى، الولاء ولا العمومة؟ العمومة. انظر مسألة أخرى، قد يجتمع في الشخص جهتان فرض. جهتان فرض، كيف؟ ولا يكون ذلك إلا في نكاح المجوس والعياذ بالله. النكاح المجوس والعياذ بالله ينكحون المحارم، ينكحون المحارم. تخيل شخص نكح أخته فتموت هذه الأخت فيكون هو أخوها وفي نفس الوقت إيش؟ زوجها. وفي وضع الشبهة فيرث بأقواهما لا بهما على الأرجح. الأرجح أن فقط يختار ما هو الأقوى، ما هو الأقوى. قد يجتمع في الشخص جهتان فرض وتعصيب. ابن عم هو أخ لأم. ابن عم هذا إيش؟ تعصيب. وأخ لأم هذا إيه؟ فرض. أو زوج، ابن عم وزوج. ماتت زوجته فهو ابن عمها، وفي نفس الوقت هو إيه؟ زوج. هل يرث بالجهتين؟ نعم، فيرث بهما، حيث أن كان اتفاقا بين العلماء. اتفاقا. آخر مسألة، مسألة المضاة. ليس قاضي، مضاة. انتبه يا أيها الفرضين، يوجد جروب خاص بعلم الفرائض، تمام؟ من يريد أن يدخل فيه كل يوم مسألة مسألة مسألة. أوضب مسألة القضاة المشهورة. قضاة ومشهورة، ما هي؟ هات. بنت وبنت، ابن وابن، ابن وابن، ملكا أباهما. ابن وبنت ملكا أباهما، وبعدين فعتق عليهما بالمعتق. الابن والبنت اشترى أباهما، صاروا الآباء الأم والأب إيه؟ أحرار. ثم اشترى الأب عبدا. الأب اشترى عبد، وبعد ذلك ما الذي حصل؟ فأعتقه. الأب أعتق، إذن أنا معتق أبي، وأبي اشترى عبدا وأعتقه. طيب وبعدين؟ ومات العبد بعد موت الأب عنهما. فقط مات العبد بعد موت الأب عنهما، يعني العبد مات، ولكن بعد موت الأب عنهما عن من؟ الابن والد. فما هو الحكم؟ مرة أخرى لكي نفهم الصورة. ابن وبنت، البنت الابن ما اسمه؟ زيد. والبنت ما اسمها؟ نقول فاطمة. اشترى إيه؟ أبوهما. من هو أباهما؟ أباهما يعني واحد، لا ليس الأم، الأب بس، أباهما، أبويهما. اشترى الأب، من هو الأب؟ اسمه سعد. الأب اسمه إيه؟ فعندما اشتراها صار حرا، بالشراء صار إيه؟ حرا، يصير حرا. أنا إذا اشتريت أبي خلاص الأب يكون حر بمجرد الشراء، فيكون حر بدون حتى أن أقول أعتقته أو أعتقتك. طيب، ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ سعد الأب اشترى عبدا اسمه بكر،
عبد، وبعد أن اشتراه جعله ماذا؟ حراً، جعله ايه؟ حراً. ومات العبد بعد موت الأب. إذا ما الذي حصل بعد ذلك؟ ما موت ليه؟ الأب. ثم بعد ذلك من الذي مات؟ موت ليه؟ العبد اسمه ايه؟ موت العبد الذي كان عبداً، أنا هو موت سعد، موت بكر. موت الأب من هو الأب؟ سعد. يقول لك ما الحكم؟ عندما مات بكر من الذي يرثه؟ انظر ارث الاب يكون للابن دون البنت. ارث الاب يكون هذا عندما مات هذا ارثه يكون لمن؟ للابن دون البنت، لان الابن عصمت المعتق من النسب بنفسه، والبنت معتقت المعتق، ومعتق المعتق مؤخرا عصبة المعتق من النسب. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل البنت ترث عصبة؟ انظر أولا، هل البنت ترث عصبة؟ لا. من الذي يرث عصبة؟ الابن. إذا مات الميت، الميت عندما مات الأب، عندنا أب، عندنا ولد وابن، ولد وعصبة. وابن وبنت، ابن وبنت، كلاهما اعتقى من؟ اعتقى ايه؟ اذا هذه المعتقة وهذا المعتق، ولكن هذا في النسب هو يرث لانه عصب ابنه. فهمت؟ لانه ايه؟ ابنه. فإذا هذا انظر الإرث يكون الابن لأن الابن عصبة المعتق من النسب بنفسه، والبنت معتقة المعتق. يعني الآن هذا وهذا، هذا عصبة وهذا عصبة، لكن هذا عصبة إيه؟ البنوة. هذا عصبة إيه؟ الولاء. فهمت؟ ما بنقدم والبنت معتقة المعتق. من المقدم؟ معتقة المعتق أم الذي هو بالنسب؟ الذي هو بالنسب واضح، ومعتق المعتق مؤخر عن عصبة المعتق من النسب. تمام؟ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. شوفوا انظروا هذا تحت، لا ارفع فوق قليل. لماذا سميت القضاء؟ سميت لذلك مسألة القضاء المشهورة لكثرة القضاء الذين أخطأوا فيها. قال العلامة سبط المالكيني في شرح الفصول: غلط فيها من المتقدمين. كم قاضي غلط؟ 400 قاضي، غير المتفقه، يعني هم ليسوا فقهاء، فقط قضاء عالم. وقال في الإنصاف، الإنصاف هذا كتاب آخر في الفرائض، الآن طبع قريب، زين، مجلدين مليء بالفوائد. أنا كنت أقرأه عندما كان مخطوطا، الآن الحمد لله صار مطبوعا. يروى عن مالك أنه قال: سألت 70 قاضيا من فضلاء العراق عنها، عن هذه المسألة، فأخطأوا فيها، أخطأوا فيها، وقد إن شاء الله أشرح زيادة. فاتحة. إن الله سبحانه وتعالى ينفع بعلمنا، يا الله اجعله خاصة بالذكر مقدرة جنة النعيم وقرة عين سيد المرسلين. ثم يلغينا بالعلم ويلهينا بالحلم ويجبرنا بالتقوى ويجمعنا بالعدل ويتوب علينا توبة نصوح بذكر به جسما محفوظا وروحا. إن الله يكون علينا وعليكم في الشفاء العاجل مع الوقت الشامل. صلى الله على رب العرش ان يشفينا من كل شفاء الظاهر والباطن الحسي والمعنوية القلبي والقلبية. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه وامره في السماء والارض. اللهم كما أمرت في السماء فاجعل رحمتك علينا في الأرض. اللهم رب الطيبين اغفر لنا حبنا وذنوبنا وخطايانا وانزل رحمتك من رحمتك وشفاء من شفائك على ما بنا من شكوى.
برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين متوسلين بهذه النفوس الله يجعل خالص وجه كريم في حاجاتنا كلها بدينهم جميل وزكيه فضليه سهل امورنا كلها بدينهم جميل وزكيه فضليه سد الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب